وخليني اقول لكم ان انا مش انا بس الحقيقه اللي بفتخر ومعتز بالقوات المسلحه، لا والله انا اتصور ان كل الشعب المصري عاد طبعا يعني الاشرار يعني مقدرين جدا جدا الجهد والدور اللي القوات المسلحه بتقوم بيه في كل الاوقات، حتى في اوقات الازمات اللي احنا موجودين فيها، حتى في اوقات الازمات اللي احنا موجودين فيها. والدور بتاع القوات المسلحه خلال فتره ال7 سنين اللي فاتوا دول كمان، او ال10 سنين اللي فاتوا دول من 2011 وحتى الان، دور بصراحه يعني محتاج مننا كلنا كتاب ومفكرين ومثقفين ان احنا يعني نلقي الضوء عليه، لان هو احد اهم الاسباب. وانا لما بقول ده مش بقول ده انحياز، ده مش انحياز، انا بقرر واقع وبحاول اكون امين وموضوعي جدا. يعني القوات المسلحه قامت بدور حمت البلد ديت من كل شر وسوء، والحمايه هنا مش حمايه بالدم فقط في مواجهه الارهاب والتطرف، لا، الحمايه هنا كانت حمايه حتى في التصدي لعمليه دعم واداره التنميه مع الحكومه. جزء من الدوله اصيل جدا بيشتغل بكل قوه من اجل التقدم ومن اجل استعاده يعني او تخفيف او زي ما ممكن نقول تعويض الوقت اللي فاتنا خلال الازمه اللي حصلت من 2011 وحتى الان. فمره ثانيه انا بسجل لكم كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام، واتمنى لكم ان شاء الله في ان احنا نرى حفل التخرج نسعد بها كلنا ونفرح مع ابنائنا اللي هيتخرجوا، عقبال اللي موجودين كل واحد يجي دوره ويبقى ياخد مكانه. وبالمناسبه انتم الجيل اللي هيتولى مسؤوليه حمايه هذا البلد. اوعى تتصور انك انت قيمه كبيره. شكرا جزيلا.